أكتر 10 دول أوروبية في حجم صادراتها وفق إحصائيات أمريكية عام 2020، ما عدا إيرلندا إحصائياتها عام 2019. حجم الصادرات هنا بالدولار الأمريكي وفق سعر صرف العملة في كل دولة. المركز العاشر روسيا، اللي بيقع جزء منها في قارة أوروبا، أكثر سكانها بيعيشوا في الجزء الأوروبي منها. بلغ حجم صادراتها حوالي 379 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز التاسع إسبانيا، بلغ حجم صادراتها حوالي 393 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز الثامن بلجيكا، بلغ حجم صادراتها حوالي 415 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز السابع سويسرا، بلغ حجم صادراتها حوالي 471 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز السادس أيرلندا، بلغ حجم صادراتها حوالي 502 مليار دولار أمريكي عام 2019. المركز الخامس إيطاليا، بلغ حجم صادراتها حوالي 558 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز الرابع هولندا، بلغ حجم صادراتها حوالي 720 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز الثالث المملكة المتحدة، بلغ حجم صادراتها حوالي 742 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز الثاني فرنسا، بلغ حجم صادراتها حوالي 747 مليار دولار أمريكي عام 2020. المركز الأول ألمانيا، بلغ حجم صادراتها حوالي 1672 مليار دولار أمريكي عام 2020.